العساكر كانوا ماسكين عساكر تانيين عايزين يتهجموا علينا وبيشتمونا بصوت عالي، واحنا ماشيين فضل برضه يضربني ويوقعني، فنور كان لقيته قدامي ما كنتش كان ساعتها اول ماسكه برضه واحد تاني، قال له خلاص هي ماشيه معاك ما تضربهاش. فاللي ماسك نور ضربه. شايف بعض الحالات الموجوده وحاول يساعد بعضها، وهعرف برضه نفس الحالات اللي تعرضت ليها فريده، ممكن الدكتور كريم يقدر ان هو يقول ايه اللي حصل معاه، وان كان في يعني اتفاق كبير على كل القصص اللي اتقالت ما بين الشيخ محمد عبد العظيم وما بين فريده واللي هيقوله كريم. معنى كده ان احنا ما بنختلقش قصص، او ان احنا بنلبس الجيش في حاجه مش حقيقيه، او ان احنا بندعي. انت بتاعك من طريق جراحه، فمن اغلب الحالات اللي بتجيلي كلها ظروف قطعيه وشك في فروة الرأس. فأنا كنت دايما ماسك قطنة وكان معايا سماعتي، والقطشة السيئة طبعا كلها كان في ايدي في جيبي في سنان طبيعي، والجوانتي في ايدي والجوية والقطن، وطبعا كنت ساعتها ماسك ضغط على جرح مصاب. فإذا بيها فجأة ألاقي الناس كلها بتجري، فأنا في ايدي مصاب فأنا مش هجري. فجأة لقيت يعني جيش كميات كبيرة من قوات القائد بتاعهم كان ملثم، يعني مش بعرفش في وشه، وزي جيش محترم كده اخضر كده زاتوني كده، ومعاه مجموعه فرقه. وفجاه بقول له رفعت ايده طبيب وبكل ثقه وانا فرحان يعني ان هو هيعديني يعني وكده، لقيته راح لفظ قبيح وضربته زي كذا وصعق في ايدي، حرق لي ايدي، اتكهربت وقعت على الارض. راح قومني واحد من العساكر اللي وراه بقول له يا جماعه دكتور دكتور دكتور، راح بالقلم على وشي، كان نضاره الاولانيه طبعا اتكسرت تماما، شتم الدكتور ده انت بتدلت ايه لا تتضايق فيهم. واذا بهم دخلوني من موقع العياده دي لحد جوه بالضرب والركل والشتايم والعصايه الحديد اللي معاهم دي. كنت ماشيه رايحه الدكتور بتاع سعد فغلول، محطه سعد فغلول، فلقيت قوات الصاعقه مش الشرطه العسكريه بتمسكني بتقولي تعالي، فلقيت اهالي عابدين بيصفروا ومبسوطين، وده حاجه خلتني حزينه جدا ان الناس بتتعامل على اساس ان احنا اعداء. فبقول للصعقه اللي ماسكاني في ايه في ايه، تعالي ما تخافيش تعالي ما تخافيش. كل اللي بيعتقلوهم او بيقتلوهم كانوا بيوديهم مجلس الشعب، انا خليني في مركز الابحوث اللي قدام مجلس الشعب. فكل شويه يجيب واحد من المعتقلين ما اعرفش بيجيبوهم منين يضربوهم قدامي لحد ما يجيب دم وانا منهار. بعدها جبني قدامي رجال كبار مدنيين لابسين مدنيين ماسكين صوارع كهرباء فتحوها عليا وانا قاعده، والصفات العساكر بتوع الجيش فتحوا رفعوا الادراع اللي في ايديهم وبداوا يقولوا لي انت هتقولي كذا، ضابط اسمه فادي بس مش فاكره الرتبه بتاعته، قال لي انت هتقولي كذا اللي هو ان احنا نبتدي بالغدر واحنا اللي بنبتدي نبتدي على الجيش طبعا تحت الارهاب ده وفي المكان ده وانا لوحدي كل اللي حواليا صاعقه وجيش، اكيد كنت هعمل كده. اللي يعملوا ويصدروا اوامر بالبشاعات دي في بني جلدتهم وبني وطنهم مش قليل، مش كتير عليهم الكذب. يعني اذا ارتكبوا كل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين هذا العار يعني ما سمعناه اليوم وغيره من الحقائق